السلام عليكم ورحمة الله. كتير بنسمع تعبير هبوط حاد في الدورة الدموية، ده فلان الفلاني راح الصبح كان نايم كويس وفي أمان الله، بيصحوا الصبح مصحيش، توفاه الله بعد الشر عليكم جميعا من موت الفجائع. تبقى قاعد مع حد وبعدين يقول لك أنا مصدع قوي، أنا مصدع تعبان ومهمد، فيقعد وبعد كده يروح واقع مرة واحدة، فأنت تعتقد إنه عنده مثلا سكر، فتبتدي تفكر وتسأل طب لا يكون عنده مثلا سكر، ضغط، مش عارف ايه. الحقيقة ما بيبقاش حاجة من الايه من الحاجات دي، بقدر ما بيكون حاجة بسيطة خالص، واحنا للأسف مش في ثقافتنا العربية خالص والأفريقية مسألة شرب المية، الاهتمام بشرب المية. تخيل ان الحاجات الفظيعة اللي انا هقولها لحضرتك ديت، وان الجلطات الجسيمة التي قد تصيب الجهاز الدوري والقلب والجهاز الدوري سيركوليشن، يعني بيكون سببها الأساسي نقص شرب الماء. وأوضح لك الحكاية دي، أشرحها لحضرتك بشكل بسيط. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق في جسم الإنسان تقريبا 5 لتر، تقريبا 5 لتر من الدم، تكوينهم نسبة كبيرة منهم مية، مش خلايا بس، مش خلايا دم حمراء وخلايا دم بيضاء وصفائح دموية وما شابه، لا، التكوين الأساسي مية سائل. وجسم الإنسان تقريبا كله في كل خلاياه 70% منها مية. فلك أن تتخيل لما تنقص المية في جسم الإنسان يحصل إيه؟ يحصل لزوجة شديدة، يبقى الدم بتاع الإنسان ده لزج، بدل ما هو سائل كده وجميل زي ما تكون عامل حضرتك عصير ومخففه فتشربه بسهولة، يتحرك بسهولة، هتمشيه في تيوب مثلا، في شاليمو مثلا، فبتاخده في الشاليمو كده بسهوله. لا، ده بقى يطلع في الشاليمو ده لزج جدا، فمش قادر تسحبه. نفس الفكره البسيطه دي هي فكره سريان الدم في الايه؟ في الاوعيه الدمويه، في التيوبس كده والانابيب بتاعه الاوعيه الدمويه. فلما يكون لزج ما يتحركش بسهوله، فيعمل ايه؟ يعمل حمل شديد على القلب. يجي القلب يضخ، لا، حاجه لزجه كده، متخيل حاجه لزجه كده، عجينه كده، عمال ايه يضخ القلب فيها، مش عارف يضخها، فيتعب الكليتين وهما بايه بينقوا من السموم، مش قادرين. الايه؟ السائل لزج. بتيجي بقى منين الجلطات دي؟ الجلطات نتيجه للزوجه الدم، وخاصه اثناء النوم. انا قلت لك في اول الفيديو ايه؟ يصحوه ما صحيش، توفى الى رحمه الله. والراجل ده ما بيعانيش من حاجه خالص، يعني لا هو عنده ضغط ولا سكر ولا امراض مزمنه ولا جلطات سابقه ولا اي حاجه، ونايم كويس وسعيد ومبسوط ومش زعلان ولا اي حاجه. بيصحوا الصبح ما صحيش، السبب ايه؟ نقص السوائل في جسم الانسان، نقص شرب الميه. انا مش بعمل الفيديو ده علشان اخوفك، لا، ده انا بعمل الفيديو ده عشان اقول لك ان جسم الانسان محتاج 8 كوبايات ميه، من 2 ل 3 لتر ميه. حاجة بسيطة اهي وسهلة، حاجة ببلاش كده، لا فلوس ولا دواء ولا حاجة خالص، دي مية بتاعت ربنا.